أي حمايات بما فيهم حماية المتحدث؟ أنا حكيت بالاجتماع وما ردت أحكي لكم، لكن بما أنه سألتني راح أجاوبك عليها، تعرف أجاوبك عليها بصراحة. أي حمايات بما فيهم حماية محافظ البصرة ما راح تدخل للملعب، سواء أنه توصل الشخصية لكنه ما تدخل للمقصورة الرئيسية، ما ممكن تدخل للمقصورة الرئيسية. وأي زي عسكري داخل المدينة الرياضية بلغ السيد قائد عمليات، أنا جاوب آسف يعني بالنيابة عنه، أي زي عسكري داخل المدينة الرياضية ما مسموح له. هذا يعني تعليمات اتحاد دولي ويجب أن نطبقها إذا نريد نستمر أن نلعب على أرضنا وعلى ملعبنا. مع احترامي لكل الأخوة المسؤولين إن كانوا محافظين أو وزراء أو نواب، ما مسموح أن يدخلون حمايات، ولا مسموح لأي كان بما فيهم المتحدث بدخول أي مسلح ويا إلى المقصورة الرئاسية. المقصورة الرئاسية راح تكون أو يعني الخاصة هي الرئاسية، يعني كل العالم ممكن تسمى المقصورة الرئاسية بغض النظر من هذا.